أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع حلقة جديدة اليوم. ويعني خبرين، خبر مش تمام بزلزال قوي يضرب أحد الدول العربية الآن، وتحذير من طقس الأسبوع أو هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم. في خلال الـ4 5 أيام الجاية هتبقى أمطار رعدية وممطرة بشدة، وتصل إلى حد السيول في هذه الدول العربية. يلا بينا نبدأ نشوف الأخبار بالتفاصيل. وقبل ما نبدأ كالعادة بفكر حضراتكم دايما بعمل اللايك للفيديو، ما تبخلوش علينا بيه حتى نستمر، ونشر الفيديو يا جماعة عشان تحذروا اخوانكم واحبائكم واصدقائكم في كل مكان، وكمان الجديد معانا عشان يوصلوا كل جديد ياريت تشتركوا القناة ويفعل الجرس، او هيدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب ليصلوا كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. واخيرا وليس اخرا، مع اللي احنا هنبدأ بقى نشوفه من الشتاء والزلازل والامطار والسيول وكل ده، فاحنا لازم نعود الى الله سبحانه وتعالى، ولازم نقول اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم نستودعك الارض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. امين. انا اللي بترجاكم تقولوا امين، لان هتاخدوا ثواب معايا كبير، واحنا هناخد ثواب مع بعض ونعود الى الله سبحانه وتعالى. هنبدأ يا جماعة نشوف الخبر الاول معانا، وهنبدأ بهذا الخبر. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب ولاية في الجزائر، ولكن الأقمار الصناعية تقول أن زلزال بقوة 5 ريختر، وهنشوفه مع بعض. وممكن نشوف هنا من رصد الزلازل في جوجل من القمر الصناعي بأن زلزال بقوة 4.9 ريختر، يعني زلزال قوي جدا. واللي أكد قوته كمان، وإن في بعض الدول شعرت بيه حوالين الجزائر، هو قربه من الأرض على بعد 4 كيلو من العمارية. ونقرأ التفاصيل، ولكن الأقمار الصناعية قالت إنه كان 4.9 ريختر. هنشوف بقى الخبر بيقول إيه، وطبعا قلوبنا مع الجزائر والحمد لله، اعتقد مفيش اي اصابات بشرية. ونشوف، كان الخبر نزل يوم السبت 12 نوفمبر الساعة 7:15 بالامس مساء. ونقرأ الخبر، ضرب زلزال مساء اليوم السبت ولاية المادية الجزائرية، بلغت شدته 4.5 درجات على مقياس ريختر. وبحسب مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيائية، تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 2:35 بالتوقيت المحلي أو بتوقيت الجزائر، يعني ظهرا. وحدد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال غرب مديرة العمارية بولاية المدية، وبلغت شدتها 4.5 على مقياس ريختر. وياريت أصدقائنا وأحبائنا اللي في الجزائر، لأن الخبر لسه يدوبك نازل مثلا، أو إحنا تاني يوم صباحا، فما فيش حد كاتب كتير عن الخبر، فياريت لو أي حد في الجزائر من أخواتنا وأحبائنا يقول لنا هل سبب أي أضرار أو سبب أي حاجة. لأن في كمان كلام يا جماعة، وطبعا الزلازل ملهاش أجهزة بتتوقع بيها، ولكن يوجد تنبؤات وتوقعات إنها يحدث عدة زلازل كبرى في منطقة الشرق الأوسط ومدن الخليج وهكذا. فطبعا ربنا هو اللي يبعد عنا هذه الزلازل والتنبؤات، ولا يعلم الغيب إلا الله.
ولكن هناك تنبؤات بتقول كده. فبرضو بنطلب من أحبانا في الجزائر يقولوا لنا ماذا تم، وهل في أي خسائر ولا لا، أو عدت على خير إن شاء الله. أكيد يا رب إن شاء الله. نبدأ بقى نشوف في الطقس وأحواله. زي ما احنا شايفين من 3 أيام لخمس أيام القادمة يا جماعة، من 3 أيام للخمس أيام القادمة، اعتبارا من يوم 13/11 الأحد، 13/11/2022، من بعديها ب3 أيام، يعني اعتبارا على يوم بقى 16 و17، في أمطار غير عادية هتبقى على كل سواحل البحر المتوسط، حتى إن جبل طارق عليه أمطار، السواحل الجزائرية من ناحية البحر، تونس سواحلها الشمالية كلها، قلنا جمهورية مصر العربية وليبيا وبني غازي، ونخش على بيروت بالكامل هتبقى فيها أمطار، بغداد والموصل وتقريبا كل العراق، سوريا برضو عليها أمطار، طبعا إيران فيها أمطار، الكويت مليئة أمطار، والسعودية أمطار من اليوم شديدة جدا جدا، الأردن أمطار، وكل ده اعتبارا من بعد 3 أيام من الآن. ولكن السعودية من الأمس واليوم والأسبوع كله هيبقى أمطار رعدية قاسية. نقرأ التقرير وبعدين نشوف قصة السعودية. عندنا أسبوع ماطر على الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية. وميزة هذا الأسبوع الحالي هي الأجواء غير مستقرة في مختلف بلاد الشام ومصر والعراق والسعودية وحتى الكويت. ونقرأ التقرير. أسبوع ماطر على الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر والسعودية وحتى الكويت زي ما قلنا. ده نزل بتاريخ 12/11، وهو احنا بنتكلم دلوقتي 13/11 يوم الأحد. تتأثر أجزاء من شمال ووسط السعودية وجنوب ووسط العراق والكويت حاليا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حصلت على أثرها أمطار غزيرة ترافقت بالرعد وتساقط زخات البرد، ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذه الحالة يوم الاثنين، بحيث تشمل الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، على أن تتجدد فرصة الأمطار لاحقا خلال هذا الأسبوع. قلنا بعد 3 أيام يا جماعة، من 3 أيام لخمس أيام، يعني اعتبارا من يوم 17/11 أو 17 نوفمبر، هتبدأ أمطار قوية تاني على منطقة الخليج والسعودية والعراق والأردن والشام ودول الشام. ومع ساعات مساء الأحد من المتوقع أن تمتد الاضطرابات الجوية الناتجة عن حالة عدم الاستقرار، اللي هو اعتبارا من اليوم مساء، لتشمل شرق الأردن، لتطال أحيانا أجزاء من الوسط والجنوب. واعتبارا من يوم الاثنين من المتوقع أن تتوسع الاضطرابات الجوية لتشمل مختلف مناطق الأردن وفلسطين وجنوب ووسط سوريا وأجزاء من لبنان، بحيث تكون الأجواء غائمة وماطرة على فترات في مناطق عشوائية مع احتمالية حدوث الرعد وتساقط زخات البرد. ويومي الثلاثاء والأربعاء والخميس تبقى فرصة هطول الأمطار، الزخات الرعدية الغزيرة من الأمطار واردة بشدة وفي مناطق عشوائية في مختلف مناطق الأردن وفلسطين، بينما تتطور الحالة لتشمل أجزاء واسعة من سوريا ولبنان والعراق. يحذر بشكل جدي من خطر تشكل السيول الناتجة عن غزارة الهطولات المطرية ومن شدة العواصف الرعدية المرافقة لهذه الحالة، والله تعالى دائما أعلم وأعلى وأعلم. وده كان المهندس أحمد العربيد، بنشكره على هذا التقرير من المركز العربي للمناخ. فخلي بالكم احتمالية السيول من كثرة الأمطار وغزارتها هذا الأسبوع في هذه الدول،
ويعني خلي بالكم وان شاء الله ربنا يعديها على خير. معانا برضو من السعودية: امطار رعدية، الارصاد في السعودية تحذر من طقس اليوم على 5 مناطق في السعودية، واحنا بنتكلم يوم الحد 13/11. وقال: اعلن المركز الوطني للارصاد في المملكة العربية السعودية عن اختلاف درجة الحرارة التي يعاني منها طقس السعودية خلال هذه الفترة، وحذر من طقس اليوم في السعودية يوم الاحد 13 نوفمبر، واوضحت الارصاد ان 5 مناطق في السعودية ستشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة وصقيعا وامطار رعدية اثناء طقس اليوم في السعودية. وتحذيرات بقى: يتوقع المركز الوطني للارصاد استمرار امطار وانخفاض درجة الحرارة خلال الايام القادمة على عدد من المناطق في مختلف انحاء المملكة السعودية، وتصاحب هذه الامطار الرياح الثلجية النشطة، كما حذرت الارصاد من ان انخفاض درجات الحرارة وطول الامطار قد يؤدي الى تكوين الضباب حتى الساعات الاولى من الصباح، مما يسبب انعداما في الرؤية. وخلي بالكم، وطبعا امطار مسحوبة، ادي السعودية وادي مناظر في السعودية من الامس، يعني الامطار شديدة جدا من الامس، فخلي بالكم من احبائنا واصدقائنا في السعودية ان شاء الله ربنا يعديها برضو على خير. ولكن يا جماعة توقعوا الامطار ستهطل بشدة وغزارة في هذه الشتاء من هذا العام، والمتوقع يعني غزارة الأمطار في بعض المواقع المناخية قالت إن الأمطار ممكن تبقى 4 أضعاف كميات الأمطار اللي كانت بتيجي قبل كده، فخلي بالكم من الأمطار مع درجات الحرارة التي ستتدنى في هذا الشتاء، وسيصبح شتاء قارس، فبرضو خلي بالكم واعملوا حسابكم في الأشياء بتاعة الملابس والتغطية وأجهزة التدفئة، لأن هيبقى شتاء قارس. ربنا يعدي كل شيء على خير. ومع نهاية الفيديو لم يتبقى لي إلا شكر حضراتكم، وحذروا غيركم يا جماعة، انشروا الفيديو لتحذروا الباقي في باقي الدول وأصدقائكم، وما تنسوش وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. وطبعا لازم نقول: اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، واللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء، ويريد تقولوا أمين وتقولوا معايا الدعاء. شكرا لحضراتكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام ختام. استنوني في فيديوهات مهمة جدا جدا النهاردة، والسلام ختام على الجميع.